شوف جاي حامي على الإناث ما يخليك توصل إليهم. هذا الصوت مالهم اللي يطلعونه. هذا أبو عدس طبعا، هذا ذكر، هذه نثية، هذه قرن مالها في تشوه، هذا هنا عيالهم. طبعا ذكر واحد، الأغلبية كلها إناث ما عدا واحد صغير هني ذكر. يبون أبو عدس أبو قرن المتوج، يعني من فصيلة المهد. طبعا هذا الذكر هو رئيس المجموعة.